هنا في مدخل مدينة الفنيدق كتبان لك الحركة التجارية والاقتصادية جامدة، على عكس السنوات السابقة اللي كان فيها الدخول على المدينة يعني أنك غتوقف وسط زهان وانت كتقلب لوقت طويل على بلاصة باركي فيها السيارة. هاد البلدة الصغيرة اللي حدا مدينة سبتة المحتلة كان فيها محلات تجارية أكثر من اللي كاينة في كبريات المدن المغربية، ومن سنين طويلة اعتمدت الفنيدق على التهريب والتجار فيه. وكان وقع إغلاق معبر طرخان من سنة كبير وخلى المدينة تدخل في سوبات انتهى باحتجاجات خرجت ساكنة للشارع. اليوم تلات الاحتجاجات بعد أربعة جمعات دون أن يتضح بأي شكل كيفاش بدات وكيفاش سالت، ولهذا انتقلت جود لتنقل لكم واقع المدينة على لسان أهلها. مدينة الفندق كانت قبلة من المغرب كامل، وكانت كنا كنتعيشوا باب سبتة، يعني باب واحدة اللي كانت عندنا حنا معروفة، يعني المغرب كامل كيعرف باب سبتة. فهمتي كيفاش؟ يعني كنخرجوا السلعة من تما، يعني كاين واحد تجاوب، كاين واحد يعني نقولوا مثلا الطبقة كتكون مع بعضياتها. عبد اللطيف خياط من مدينة الفندق هو نموذج لواحد من الناس اللي كيعانيوا من الأزمة الاقتصادية في مدينة الفندق. عبد اللطيف خدم لسنين طويلة بمجال الخياطة في الفنيدق، لكنه في السنة الأخيرة وصل لمرحلة ما بقاش لاقي الماكلة اللي يعطيها لولاده، ومن غير القوت اليومي فعبد اللطيف ما بقاش قادر أيضا يوفر الكراء ديال المحل ومصاريف القرض ديال الدار. والمعاناة شنقول لك، المعاناة تم مأزمين أزمة الإنسان تل، وأبسط ما يكون هي المعيشة مقابل القوة، ماشي عاد عن نفكر في حاجة أخرى ولا المعيشه، هي المعيشه الاخرى اللي ما تلفلوهاش، ما تلقاو باش نصرفوا. فهمتي؟ يعني الخدمه ما واقفه، الخدمه واقفه، لا ما لا ضو لا كرا لا حتى شي حاجه. الانسان يكون عاد وشد بديل يهز جهه اخرى يمشيو، ولكن الانسان عنده التزامات هنا والكرا والدراري تيقراو في المدرسه، الانسان ما كراش. فهمتي؟ ما كاينش، ما كاينش التوفير. انت تقول لك المعيشه الاخرانيه من الماكله ما تلقى ما يصرف. انا واقف، انا يوم من الايام كل نهار تنقول بان عايجيني الانذار من المحكمه، كل ساعه في ما يوقف شي واحد قدامي تنقول صافي حاليا جايني الانذار. علاش؟ لان الانسان حقه، من حتى هو هذاك مول اللي كاري لي، حتى هو راه تيتسنى هاد الشهريه ديالو، ولكن غادي ما نعطيه. انا ممكن 2002 وانا كاري، وحاليا دابا انا عام وانا الامور واقفه، ما نخلصو، ما غادي ما نخلصو. وبصراحه هذه زعما كنقول لك ماشي انا، كاع كل الناس كل ما يدير. السنه الاخيره كان عندنا واحد الضغط بزاف، يعني مدينه الفندق عمرها عاشت هذه الاجواء بحال اللي كتعيش دابا، يعني من ناحيه اقتصاديه من ناحيه اجتماعيه. مهم يعني كاينه الازمه خانقه، يعني حنايا ملي حنا كتسمى ابان عن جد مدينه الفندق، الاهل ديالنا وراهم عمرهم عاشوا هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. التجاره كانت مزيانه قبل هذه الازمه، قبل ما تسد باب سبته، قبل ما يجي هذا الوباء الكوفيد، يعني كانت التجاره مزيانه، كانت الناس ملهيه. فهمتي؟ ومن وقع عاد بجهد الوباء مع تسديت باب سبته مع هذه، يعني تراكمت المشاكل. يعني كنا في واحد الجو نقولوا حنا واحد الجو اخر، عاود صدقنا في جو يعني ديال العشور وهذاك الشيء ديال هذه ديال مع الجمارك. يعني كناخذوا دابا الجمارك، يعني خصها تسهل علينا شويه باش حنا نساو باب السبته. فهمتيني؟ يعني واش ارتفع الثمن بزاف مقارنه في التاج؟ كاين عندنا الثمن غالي من ناحيه السلع الاطفال، كاين الثمن غالي. انا نهضر على نفسي، اقسم بالله وكون عندي شي حل كيفاش نطير نمشي لشي جهه اخرى، والله تمشي، والله لا بقيت هنا. نقول لك اللي كاين، لان في الدعم شدوا علينا 3 شهور. انا حاليا اللي تنهضر مع عندي التزامات مع البنكه، اقسم بالله ما خديت سنتيم، ما خديتش مع الدهون. وملي تدير لهم بان تصيفط الرقم ديال التعريف ديالك وقول لك انت ما تتوفرش فيك الشروط، شنو الشروط؟ علاش ما تتوفرش فيا الشروط؟ شنو عامل انا؟ شنو مرك الله؟ شنو عامل؟ انا ما عندي والو، انا عندي في الكره ديال عباد الله، البنكه فيك تتمشش وتيقول لك ما تتوفرش الشروط اضعف ما يكون، هي هذيك 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم، شحال تحقق لك؟
واصلا تيقول لك ما تتفوفرش فيك الشروط صافي، تقول بان هاد الناس هادو صافي العيشه معاهم حرام اقسم بالله. واحد عايش تتشوف الله خارج له موجهه وانت ما علم عليك الا الله مالك شنو داير فهاد. جولة صغيرة في أسواق مدينة الفنيدق أكدت كلام التجار والحرفيين اللي كيهضروا على مشكل الكساد الاقتصادي بعد إغلاق معبر سبتة، وبان أن الفنيدق اللي كانت قبل أزيد من سنة أسواقها مزدحمة بشكل كبير رجعت ما فيهاش الناس وخاوية وكتعرف كساد تجاري كبير. وبقى السؤال علاش هادشي؟ واش السلع المغربية اللي داروا التجار ما صلحاش؟ واش ضروري خاصهم يديروا السلع الأوروبية باش يقدروا يدخلوا فلوس؟ وكان هذا هو الجواب ديال أحد التجار في المدينة. هذه النسمة، ها النسمة ديالها صافي. دابا هذه السلعة ديال كازا. هذه السلعة كازا. هذه كاين بحالها ديال 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 أوروبا. كاينة شحال الفرق ديال الثمن بيناتهم؟ ما كاينش الفرق. كاينش فرق الثمن. ما كاينش الفرق بيناتهم. وتقدر تقدر دابا تكون رخيصة على هذه. وفي التالي هذه كتقطع فهمتي. داس المراه دات قسما بالله داس المراه اليوم غدا جابتها لي، قالت لي العائله لبساسه مشات بها المدرسه جات جابت لها هذه. شوها صافي مرات صاحبي يا حصر شوف تبهديله ما عندك حتى في. انا تواصلت معهم والمعمل بيدو قلت له شنو هاد التبهديله هذه؟ قال لي حنا شحال هذه ملي كانت السلعه برا كنا كنخليوها 24 ساعه في القالب باش كانت كتشبر، دابا خلي كنخليوها 4 ساعات تجي علينا الضغط فهمتي. هاد التبهديله شو هذا الكولا ما كايناش الكولا ما كايناش عندك تما ماشي مشكل ما كاين حتى شي حاجه تسبيه دينا صافي شو كل شي سير فيها تقولوا جينا عندنا هذا الفاعل سومي لا حتى شي حاجه لا قالب لا حتى شي حاجه جينا عندنا. دابا ملي سدوا لكم باب سبته اعتمدتوا على المنتوج الوطني، كيفاش بان لكم ديك المنتوج الوطني؟ للاسف المنتوج الوطني كما نقولوا حنا ثبت الفشل ديالو في هذه الظرفيه هذه، لاننا كنا كنعتمدوا على السلعه اللي كانت كتجي من برا، وكما كتعرفوا المدينه هذه كانت مدينه بالتهريب. السلعه اللي كتجي من برا تبارك الله يعني الجوده ولا كذلك الاثمنه، وهذا ما كان كيميز المنطقه. من بعد الاغلاق بغينا نعتمدوا على 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 السلعه اللي المنتوج الوطني. للاسف المنتوج الوطني ثبت الفشل ديالو، لا 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 جوده لا كذلك حتى الاثمنه، واخا كتبر من الثمن المنتوج مقارنه ديالو مع المنتوج اللي كنا كنجيبو من برا نفس الثمن ولكن الجوده ضعيفه بزاف. يعني المنتوج الوطني ما قادرش يصير المنتوج اللي كيجينا من برا. المشاكل الاقتصاديه اللي تزادت بزاف في السنه الاخيره بسبب كورونا واغلاق معبر سبته عقدت وضعيه الفنيدق وخلاتها تتحول مدينه اشباح. لفهم الموضوع أكثر قلت تلاقيت بشباب ناشطين في الساحة الجمعوية والسياسية في المدينة، ومن بينهم علي وهو ناشط مدني وموظف في شركة للقروض الصغرى واللي هضر على مشكل القروض في المدينة. المدخول ديال السكن ديال المدينة ديال الفنيدق توقف، ما كاينش بدائل اقتصادية فين مشاو هاد المنتهين ديال التهريب، تراكموا عليهم فواتير ديال الكهرباء ديال الديون. كان سبب مباشر هو الجائحة ديال كورونا اللي تم الغلق ديال المعبر بصفة نهائية أمام الممتهنات ديال النظافة، كذلك ممتهنين ديال الحراف البناء الصباغة النجارة والحديدة اللي كينتهنوا في سبتة. دونك المدينة ككل مابقاش عندها مدخول، ان الكل كيعرف ان الفنيدق عندها ارتباط تاريخي بمدينه سبته، كذلك سبته عندها ارتباط تاريخي بمدينه الفنيدق. من بعد الغلق ديال الحدود السكينه تضرت وتضرت بزاف، المدخول ما كاينش، عانت ماديا، استمرت هذه المعاناه مع تجاهل كلي من طرف السلطات. نقول في فترة الحجر كان هناك بعض المعونات، ولكن من بعد الحجر ما بقاو لا معونات لا والو. الشيء الذي أدى أنه هذا الانفجار وبدات الاحتجاجات
السلميه في مدينه الفنيدق للمطالبه ببديل اقتصادي اللي بديل اقتصادي يوفر العيش الكريم للسكينه. كاين المشكل الثاني اللي بحكم انني عامل كنعمل في واحد المؤسسه ديال القروض الصغرى في المدينه، واجهنا مشاكل ديال استرداد الديون. يعني من بعد ان النشاط الاقتصادي والتجاري للمدينه توقف، فالزبناء ديالنا لم يستطيعوا انهم يؤديوا الاقساط ديال القروض، توقفوا توقف نهائيا رقم الاعمال ديال المؤسسه انخفض بشكل كبير. نقدر نقول لك كنا فقدنا 75% ديال رقم الاعمال في 2020. حنايا في 2021 وما زلنا نعاني. ربما هناك بعض المؤسسات اللي كاينين اللي غلقوا بعض الفروع ديالهم سواء في المنطقه ديالنا ولا في المنطقه ديال تطوان. جميع الحرفيين كلشي كاع اللي تتهضر معاه تيقول لك راه عليا عند الموضوع ما مخلصش، والمسائل ديال الكراء ما مخلصش، والانسان مضاربه مع المصروف ديال العيال ما تلقى من يصرف. اغلبيه غادي بنادم بالسطاطير نهار يكون نهار تقضي باش ما كان. كريديات كريديات واقفين. انا نقول لك انا حاليا عندي واحد الكريدي شاري دوار على طريق البنكه. انا حاليا عندي 4 اشهر ولا 5 اشهر ما تخلصش، ما عندكش. والمشكل هو النعاس ما تجينيش كاع يعني. لان علاش؟ لان هذيك عندهم الالتزام ديالهم بوحدو. هادو ما يقولكش بان كورونا ولا عدم خلصتي اهلا وسهلا، ما خلصتيش كيعملوا المسطره ديالك. لكن عاد الانسان اللي تذكري انسان بحالك بحالو تجي تعاون الظروف ديالك، الظروف ديالك تيتقدر له، تيتقدر لك الظروف وتيحس بيك. ولكن بالنسبه لهذيك مؤسسه بنكيه هذيك ما تعقلش عليك، صافي خلصتي هو هذيك ما خلصتيش صافي، ديروا غيديروا معاك اللازم وانت 10 سنين وانت تخلص كل شيء عباد. بعد الاستماع لمشاكل التجار والحرفيين صادف وجودنا في مدينة الفنيدق يوم الجمعة 12 مارس. هذا الشيء خلانا نسولوا ناشطين في المدينة واش غيخرجوا يحتجوا كما كل جمعة، لكنهم أكدوا أنهم ما غاديش يخرجوا لسبب بسيط، هو أنهم باغيين يعطيوا فرصة للسلطات اللي بينات على حسن نيتها. وأكد عدد من الناشطين أنه رغم أن الساكنة بينات على حسن نية ووقفات الاحتجاجات وخا ما عندها ما تاكل، إلا أن السلطات خايفة وكتتعامل بواحد النوع من الصرامة كل يوم جمعة، وكتخرج القوات العمومية وكتفرقها على الأحياء سواء بالزي المدني أو باللباس الرسمي، وكيبقاو يسولوا المواطنين في ماشيين باش يمنعوهم يمشيو لجهة الكورنيش، وكيفرقوا أو أي مجموعة كتحاول تقرب من جهة الكورنيش. هذا الكلام اللي قالوه الناشطين عينة وجود في مختلف الشوارع والأحياء خلال جولتها بالمدينة. المنتخبين ما شفناهم شي من نهار اللي انتخبوا، يعني ما شفناهم شي كثر، يعني من نهار اللي طلعوا وشبروا الاماكن ديالهم ما شفناهم شي كثر. يعني انا كنهضر كمواطن كناخب، كنهضر بالصفات كامله، يعني احنا مسؤولين ما عملنا حتى شي حاجه، مسؤولين ما عملنا حتى شي حاجه، بغاو يسكتوا الناس بالقوفه. يعني داك الشيء هذاك يعني غير منطقي، غير منطقي. تدمر السكان من المنتخبين في جميع المجالس المنتخبه كان كبير، وهذا الشيء بان حتى في الاحتجاجات بعدما توجهت الساكنه للبلديه واحتجت على المجلس البلدي اللي بين على الضعف ديالو بشكل كبير. جود حاولت تتواصل مع عدد كبير من المنتخبين في المدينه او في اقليم الفنيدق المضيق، لكنهم رفضوا يتحدوا، وهذا الشيء اللي فسروه النشطاء بانه خوف من الساكنه وخوف من السلطات. وكيوضحوا اكثر ان المنتخب كيخاف يجي جهه الساكنه وتغضب عليه السلطه، وكيخاف ايضا يجي جهه السلطه وتغضب عليه الساكنه، لذلك كيرفض يهضر وكيهرب ويتخبع وكيبان فقط خلال الانتخابات، وهذا ما ينطبق على كل منتخبي الفنيدق.